حنضل بعالم الأعمال اليدوية. كنا عم نشوف ضمن التقرير صناعة الفخاري اللي هي حرفة يدوية، وحنتقل لحرفة أخرى بتحكي عن الذوق، بتحكي عن الصبايا اللي دائما بتعكس أناقتهم هدول القطع الصغيرة اللي بيزينوا فيها، إن كان ملابسهم أو كان إيديهم أو كان عن طريق الحلقة أو السلسلة. أيضا من جهة أخرى إحنا اليوم عم نحكي عن مشروع اقتصادي صغير عم يكون باب رزق لصاحب المشروع وأيضا لناس كتير، وشفنا نحن بالسنوات الأخيرة صار في بصمة كتير كبيرة للناس اللي عم يشتغلوا بالأعمال اليدوية كرمال يكون مثل ما أنه مشروع صغير لإلهم، وبالنهاية هو مصدر إبداعي وهواية عنده. رح نحكي أكثر اليوم عن الشيء اللي معنا هيك موجود، جابتنا اليوم سمية ماردين اللي دائما معودتنا على مواكبة الموضة وبتخبرنا دائما عن شو أحدث شيء موجود بالسوق، وأيضا نحكي اليوم عن أهم الصعوبات اللي ممكن يواجه أي صبية ممكن تبلش بهذا المشروع. رح نروح فورا لعند سمية. لك صباح الخير يا سمية. أهلا وسهلا، شو هالحلاوة هيك؟ الله يسلمك، صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. بداية هيك عم نشوف هدول الأعمال الرائعين فعلا اللي قدامنا، حكينا عن مشوارك كيف بدأ بعالم الإكسسوار. هلا أنا قديمة بالموضوع، صار لي كتير زمان بشارك بازارات معارض، بشتغل هاند ميد وبحاول إني يعني جدد الشغلات، مثلا أحيانا بجيب شغلات قديمة برجع بعيد صناعتها من أول وجديد، بعمل لها روح جديدة، بضيف لها مواد جديدة. بحب الحجار، بحب الشغلات الشرقية كتير. طيب اليوم رح نروح فورا لل 2024، كنتي عم تخبريني انه السنة هي سنة التنين الصيني. سنة التنين الصيني، هاتوا نشوف اليوم شو خبالنا التنين الصيني هاي السنة. هلا نحن معنا بالابراج بس هي هيك السنة سنة التنين الصيني. نحن عم نقصد هاي القطعة. تمام، هاي القطعة لهيك هي كتير درجة التنين، هاي القطعة والعنقاء. يعني لانها بتشبه يمكن التنين او في شيء له علاقه بالحظ بالابراج بهالقصص هي. كثير موضه وكثير ترند وكثير كثير مطلوبه، كثير عملت. خلونا يعني نشوف العنقاء بيد سمية بعد اذنكم. كثير كثير عملت. ارفعيهم شوي سمية لو سمحتي، تاخذوا الكاميرا. هي مو هاي، هي العنقاء هي ترند 2024 مطلوبه جدا من الصبايا. تمام، يعني انت ما بتتخيلي قديش حابين البنات، يمكن ما بعرف هي صار عليها شيء انه هي بتجيب الحظ او هيك شيء، حدا عم تركض ورا اي شيء بيعمل تفاؤل يعني ان شاء الله يكون يعني عم نحاول. هلا اذا طلعنا من قصه انه هي بتجيب الحظ وهالقصص هي يعني اذا ما بدنا نقول انه صحيحه، شكلها كثير لذيذ ومهضومه يعني. يمكن فيك تعملي طقم كامل منه اليوم سمية. فيها حلق، فيها اسواره، فيها طوق موجود الى خاتم، يعني فيها طقم كامل. هلا انا حبيت كمان غير شوي بفكره العنقاء واضفت لها احجار. يعني حاولت شوي اني اطلع عن المألوف. تمام، حطيت الحجار من جنب اي جنب لا، يعني شوي انه وحجر الصبايا بيحبوا هذول. تمام، دائما نشوف الناس. تمام، والقطعة يعني حلوة يعني طالعة دخلة فيها عدة الوان، حلو يعني هي جوانح وهالقصص هي، فشكلها كثير والالوان مهضومة. يعني يمكن بتتلبق مع كثير الوان من تمام. الوان اللبس والالوان الصيفية. تماما سمية، احكي لنا عن الامور اللي بتلهمك بصناعة الاكسسوارات. يعني هلا مثل هلا الموضة انه العنقاء كانت كتير موضة، فلهيك انا يعني اشتغلت العنقاء. يعني حطيت انه خلص بدي اقتنع انه هي موضة وبدي اشتغلها. احيانا كتير السوق هو يلي بيخلينا نشتغل القطعة، احيانا انا مثلا مثل انا بحب الشغلات كتير الشرقية، بحب الحجار، بحب يعني بحب هاي القصص، يعني انا هيك عالم. تمام، كتير بحب الشغلات اللي بتبقى واضحة واللي فيها حجر الغريبة هالقصص. ما بتحبي الناعم اليوم سمية؟ لا، بتحب تظهري جمالية القطعة. بتحب القطعة الواضحة، يعني انه انت بدك تحطي اكسسوار وتحطي اكسسوار. يعني القطعة الواضحة حلوة. هو حسب كل ذوق، في اشخاص كمان بيحبوا يعني القطعة حسب اللبس وحسب طبيعة الشخص، يعني كلها هي بتلعب دور. حتى بده يلبق الشخص يعني. تمام. كمان الصبية بتكون زوقة كيف بدها تطبق هاي القطعة كتير على البلوز اللي ممكن تكون مثل هاي القطعة. هي ما لها قطعة تبع انه انا بدي البسها على ثياب سبور يعني مثلا. بدها لبس كتير خاص فيها يعني. نشتري ثياب كرمال السلسلة. او انت اذا عندك مثلا فستان سادة وحابة تغيري موديله، هاي القطعة كتير بتغير موديل الفساتين السادة. تمام. سمية، هي القطعة لفت نظري هدول الحبات الناعمين اللي فيها، خلينا ناخذها على الكاميرا كمان كتير موضة، تحكي لنا شوي عنها.
كثير كثير موضه، كثير القطعه ترند، كثير لذيذه، كثير ترند وكثير موضه وكثير البنات حابينها. والالوان اللي داخلتها يعني الوان الصيف هي بتجي تماما، هي بتجي ثلاث الوان، اما ساده او ازرق او الملونه يعني. كمان هدول القطع كثير كثير موضه، يعني كل البنات يعني عم يدوروا على البسمار التنس والطقم الكارتر، يعني هدول كثير دارجين. هلا انا شوي كمان بعدت يعني، هلا هيك قطع هدول قطع طبعا مو هي ترند وموضه، بس بس هي شغل ايد يعني، هي كلياتها هاند ميد. كثير قطع حلوه يعني، هلا انت بتطلعي هلا هدول القطع اغلبهم مطاط. نعم ايه انتبهت لهم. تمام هلا شفتي الملونين هدول مطاط تماما. ليكي بغشوا على فكره يعني، انت بتفكريها انه هي كلها معدن مو باينه، بس هي مطاط من الاساس. نقطعها سوية قطعيا مشكله، بنرجع بنضمها بداكي. فكره ظريفه على فكره، يمكن بتخف اليوم التكلفه عليكي. لا مو انه تخف التكلفه، بس في ناس بتحب القطعه المطاط لانها سهله اللبس، بتجي على قد الايد. تمام بتجي على قد الايد، يعني مثلا في ناس انه انا بدي اذا البس قطعه اريح باللبس يعني، هاي خلص دك وخلص يعني. وشي غريب يعني، وما بتكون اقل تكلفه من المعدن عليك؟ اقل وعلى شوي. تمام اقل شوي. سمية خلينا نحكي عن الصعوبات اللي بتواجهيها خلال عملك. اكثر شيء هلا عم نواجه انه نحن السوق اللي بدنا يعني نصرف فيه هي البضاعه قلت كثير يعني، هلا موجوده بازارات وهالقصص هي، بس يعني ما عادت مثل الاول. المعارض قلت كثير يعني، ما عاد فيها المعارض اللي مثل الاول مثلا، لهيك يعني هلا صرنا نحن عم نخفف يعني. هلا انا مثلا كنت فوت بازار اطلع بازار معرض لمعرض، هلا لا يعني، هلا مثلا عندي احيانا بمرق الشهر ما عندي غير بازار واحد. ليه اليوم خفت الحركه ماديا اليوم الناس يعني؟ هلا هي اقتصادي، هلا اذا نحن بدنا نحكي هي غليت اجار الطاولات مثلا بالبازارات. المعارض اللي تابعه مثلا للمجانيه ما عاد في كثير، بجوز الوضع الاقتصادي، بجوز هو يعني هو المواطن ما عاد له كثير مراح، صار في اولويات اهم. صار في اولويات اهم، بس ولكن هذا العالم نحن ما فينا ما نكون داخله، وما فينا ما نشوف شو اخر الموضه يعني. اليوم حضرتك اليوم بعيدا عن البازارات والمعارض، انت اليوم على السوشيال ميديا يعني، انت لك معروفه يعني، صفحتك وشغلك والك مثل ما بيقولوا جروب كامل يعني عم تشتغلوا عليه. بس رغم هيك يعني هلا نحن السوشيال ميديا ما بغطي اللقاء المباشر مع الزبون. صحيح يعني هاد يعني بيعطيكي ماديا اكثر واجتماعيا اكثر. يمكن القطعه ما بتنعطى حقها، ما بتنعطى حقها. تمام يعني انت لما بتشوفي القطعه، هلا انا يعني بحكي دائما انه انت لما بتشوفي القطعه على الفيس مثلا او على الانستا او اي شيء، بتعجبك الموديل وبتوصي عليه، بس ما يعني لما بحكي معك ممكن اقنعك بقطعه ثانيه يعني، تاخذي هاي القطعه ومعها قطعه ثانيه. تمام اللقاء المباشر مع الزبون تسويقيا يعني، اليوم عم نحكي لعبه التسويق بالنهايه يعني. تماما. او حتى انت بجوز ما تنتبهي انه هاي القطعه كثير حلوه، تعي قيسيها بتعي اكيد الواقع غير يعني، هي عن نظر بجوز ما يعني، مثل هلا هدول انت مو متخيله انه هن المطاط، فكره المطاط لفتت نظرك. صح يعني عرفتي يعني، احيانا القطعه بتنظلم وقت بتنعرض على السوشيال ميديا. تمام يعني هي على الواقع بتبقى احلى بكثير يعني، نحن هاي المشكله. سمية نحن عم نشوف مجموعة اليوم متنوعة من الإكسسوارات، يمكن في إكسسوارات معينة لفصل الشتاء، في إكسسوارات معينة لفصل الصيف، يمكن في إكسسوارات بتلبس بالصيف وبالشتاء، خلينا نحكي شوي عن تمام. في إكسسوار بينلبس بالصيف وبالشتاء، هلا مثل هي القطع صيف وشتاء. هلا في إكسسوارات خاصة بالشتاء اللي هي بتجي قطع كتير ناعمة، أو مثلا على الكنزات القبة العالية القطع الطويلة يلي بتجي واضحة يعني. الطويلة. تمام. الصيف خياره أوسع بكتير يعني. هلا صرنا نحن بالصيف ملعب الاكسسوار يعني، احنا اصلا بخف شغلنا شوي بالشتاء بيرجع بيتنشط بالصيف. الوان احتمالات كثير، من الخلخال للاسواره للطوق لقطعه البحر لقطعه المسبح يعني، هي كلها موجوده يعني، الاكسسوارات موجوده بالصيف. وحتى مثلا القطع اللي ما بتروح لونها بتصير مرغوبه اكثر بالصيف بحكم العرق مثلا، درجة الحرارة كل هاي القصص. صحيح. يعني بتصير لها رواج اكثر بالصيف. والقطع الملونه بتصير البنات بتلبس اكثر قطع فيها الوان، فيها حركه، فيها لون، مناسبه مع لبس الصيف. حلق يعني الحلق كثير بصير
له قابليه بالصيف، يعني كثير له سوقه بالصيف. حتى الاساور يعني بتلاقي بالشتوي يمكن في جاكيت، في الثياب الشتويه تماما يعني بيغطي ما بيبين. لبس الشتوي هو بيغطي قطعه الاكسسوار، لبس الصيف بيظهرها اكثر. يعني حتى انت بتصيري يعني بتلاقي حالك انه والله ايدي فاضيه بدها اسواره، يعني والله رقبتي فاضيه بدها طوق، يعني بتصيري انت لحالك بتحبي انك تجددي اكسسواراتك بالصيف لا شعوريا. ايوه، واليوم ما هيك اي صبيه بتقلك ما بدي يروح لونها، تمام، يعني هذا الشرط الاساسي يمكن انت بتكفليه، ولكن ضمن شروط ايضا معينه. يعني خلونا نحن عم ندردش مع سمية ناخذ اليوم القطعه الصيفيه، تمام. يعني هلا ما بيروح لونها، انت بدك تشتري قطعه ذهب حصرا. يعني انا بدي اشتري قطعه تعيش عندي كل العمر، مستحيل قطعه الاكسسوار تعيش عمر طويل، بتعيش بس انا بدي احافظ عليها. يعني هلا مثلا قطعه البرازيلي والستالس والاشياء هدول اللي ما بيروح لونهم، الشرط الاساسي انك انت ما تقربي عليها كلور. يعني اي قطعه اكسسوار بنقرب عليها كلور او حتى كانت مطليه مع الوقت بده يروح لونها، انت خففتي من عمرها. يعني مثلا هلا انا دائما بقول لهم لزبايني انت استعمليها، بدك تستعمليها من دون ما تحافظي عليها بتستعمليها بتقعد عندك سنه، بس انت اذا حافظتي عليها وما قربتي عليها كلور وبارفان بتقعد عندك سنتين خمس سنين احيانا. يعني عرفتي هي الفكره تبع انه القطعه اللي ما بيروح لونها، ما بدي اقرب لا كلور ولا بارفان، كل شيء كحوليات مواد كيماويه. يمكن في قطع بتناسب المناسبات، في صبايا لا، في قطع لو لمناسبات بيحبوها، يمكن حسب ذوق كل صبيه انه هي لمشوار او لا، هي خلص انا جايبتها لمناسبه لحفله معينه. خلينا نحكي شوي عنه. هلا بما انه الصيف وبلشت الحفلات فهي لها خاصه فيها، يعني عندك القطعه اللي فيها الماس مثلا انت ما فيكي تلبسيها كل يوم او تطلعي فيها كثير على الطريق، يعني هي لها مناسبتها الخاصة، لها وقتها، لها وقتها تماما، يعني لها روحتها الخاصة، لها مشوارها الخاص. بس في صبايا بتقلك انه انا ما بحب هي القطعة، ما بحب قطعة الألماس، حتى لو كان عندها مناسبة بتلاقيها لابسة قطعة ناعمة. هي بترجع حسب كل شخص، يعني هي الصبية هي اللي بتقرر حسب الذوق. تمام، حسب الذوق. بس قطعة الألماس معروفة مثلا انه هي لها مناسبتها الخاصة، يعني لها سهراتها. وكثير هلا بالصيف مثلا عندنا قطع خصوصي للمناسبات، يعني شي مره بنطلع مثلا بس حلق بطلع لك انه هي بس للمناسبه، خاص للمناسبه، يعني هذا حلق خصوصي مصمم لمناسبه يعني. ان شاء الله سمية بهيك حلقات ثانيه بنروح للحلو اليوم كمان نستعرض اكسسوار المناسبات كمان اليوم. تمام. الصبايا بيهتموا بهي القصه، يعني هلا شوي ثانيه بتبلش الاعراس، بتبلش المناسبات على الصيف، ببلشوا الصبايا يحضروا حالهم. صحيح. بركي بدي نعزم على شيء، عرفت؟ ان شاء الله لازم نكون جاهزين. على كل إن احنا بنقول لك شكرا لحضورك سمية اليوم، لهيك زينتي، كان ختامها هيك جميل معك بهذا الصباح. كل التوفيق لك بهذا المشروع، ونشوف هيك دائما اسمك مثل ما تعودنا عليه بالبصمه الجميله. اهلا وسهلا سمية. اهلا وسهلا مارديني. فيكم. اهلا بدنا نتشكرك سمية، شكرا لك، ونتمنى لك التوفيق بمسيرتك. شكرا.